لأول مرة في إنتاج الجزائر تاع الأقلام الأنسولين 100% جزائري. هذه تخلينا يعني نتفائل للمستقبل، لأن ما خططناه في وزارة الصناعة الصيدلانية هو الإنتاج الأنسولين. بديناه بمصنع تركيب الأقلام مع نوفو نورديسك، واليوم الحمد لله فيه إنتاج 100% جزائري لإنتاج الأقلام الأنسولين، وإن شاء الله هذه تخليها عبر المجمع الصيدال من هنا لمارس ينتجلنا القارورات. احنا نتمنى يعني بهذا الإنتاج من طرف هذه المصانع نغطي حوالي 40-50% من احتياجات الوطن من مادة الأنسولين، اللي تعرفوا اللي عندها وزن ثقيل في فاتورة الأدوية المستوردة حوالي 400-420 مليون أورو سنويا. إذا نقلص هذه الفاتورة ب 200 مليون أورو سنة 23، نقول نجحنا